بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. بصراحة هذا الموتور جديد، يعني ما بيشتغل لي كل أسبوع أو أسبوعين. أصحاب هذا الموتور ماخذيه بالأقساط بصراحة، وحد الآن ما دافعين فلوسه. المشكلة اللي بيه البشارة متكسرة. من متكسرة البشارة الموتور ماسك نفسه، يعني ما يتحرك. بعد بما أنه ما يتحرك معناته يتحول إلى هيتر، زينيني. فلاحظ الأمبير ما تجقص، صاير يسحب 7 أمبيرات وما يتحرك، معناته هذا الملف مالته محروق. راح نفتحه وياكم ونشوفه. بصراحة هنا مبين الحرق، لاحظ. راح ندفع لكم السيم حتى تشوفونه. هنا واضح لي بس حتى تشوفونه خلي ادفع لكم اياه. هذا تشوفونه محروق السيم، زين عيني. هذا السيم مالته محروق. هنا راح نسأل سؤال، مدى قناعتكم بوجود الثيرمال بروتكت؟ يعني هذا بيه حماية حرارية. دشوفوها، يمكن خل افتح لكم اياها. دشوفون الحماية الحرارية. هنا اريد اشوف الاخوان المصلحين او الناس اصحاب الاختصاص، اريد كم واحد مقتنع باهمية وجود هاي الحماية الحرارية، شنو فائدتها ودا يحترق الماتور؟ هذا السؤال ارجو الاهتمام به، لانه انا صار لي تقريبا 25 سنة 98% من الماتورات المحروقة اللي بيها حماية حرارية ما ادت دورها. زين، وين المشكلة؟ هل هي حماية حرارية كاذبة؟ هل هي فقط للخداع؟ مجرد نكتب عليه حماية حرارية، زين، او شنو؟ يا حبذا لو يجابونا اصحاب الاختصاص. بالنسبه لهاي الحاله بصراحه اكو علاج واحد، هو ان تربط جوزه حمايه حسب الامبيريه مالت الماتور. يعني اذا الماتور خلينا نقول يسحب ويا النهضه مالته 3 امبيرات، خلي له ام الاربعه او ام الخمسه امبير. حتى شنو؟ من تعبر الخمسة أمبير يطفي الماتور، يعني يحميه إذا صار بيتوقف، لأنه مثل ما شفنا بداية الفيديو سبب حرقة الماتور هو البشارة مكسورة والماتور متوقف عن العمل، صار بحرارة واحترق. نرجو إبداء آراءكم. تحياتنا لكم وشكرا لكم.